في ذات سياق وبدموع حرقة وحزن تناشد عائلة مهاوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل العاجل لإجلاء ابنها فارس وعائلته من ووهان. فارس هو طالب التحق بجامعة ووهان تخصص في الترجمة في ترجمة علم الحاسوب. نتابع المزيد مع يوسف بن فاضل. رانا محروقين عليه، راه لو في وضعيه يعني لا يحسد عليه، راه يعني رقم يعني انهم لا باس عليهم من الناحيه الصحيه، ولكن راهم محاصرين مخصوصين حتى في الجانب المالي، راهم فرغت عليهم المؤونه وطلبوا يعني تزويدهم على الاقل بالمصروف. لحد الان ما كان حتى واحد زودهم، وراهم تقريبا في درجه يعني ما عندهم حتى شيء. سمحوا لي راني جاي من القادم نتكلم، يعني مناشد رئيس الجمهوريه اللي دخلني نخذهم نقول الله يبارك فيهم ان شاء الله، رانا في حاله يوسف السلطه واللي قادرين يدخلوا لي وليدي على خير وخلاص. هذا هو مشى يقرا عفيف نظيف، ما عنده حتى حاجه وما عنده حتى مشكل. نطلب منهم ان شاء الله اللي عنده قدره ويقدر على الاحوال يقدر يجيبها لي، وهذا ما كاين. بس حيره خلينا ربي سبحانه.